انا عايز اعقب على كلام معلش. لا مشاكل الانديه الكبيره يعني احيانا الاهلي حط نفسه في مشكله. يعني دلوقتي كل الناس بن رمضان هيجي الاهلي ولا مش هيجي الاهلي؟ طب خلينا نسال سؤال حقيقي، الاهلي واقف على بن رمضان؟ يعني الاهلي عنده عجز في مركز 8. طيب خلينا نقول لا سالت سؤال صح. ماشي خلينا محمود يجاوب. ماشي يبقى حوده يجاوب. خلينا نتكلم مع بعض كده. هل الاهلي محتاج محمد علي بن رمضان؟ محتاج محمد علي بن رمضان عشان الاهلي داخل على محك ومفترق كبير جدا، وهو كاس العالم للانديه اللي معاه 12 فرقه من اوروبا و8 فرق من امريكا الجنوبيه، فانت رايح هتنافس في حته انت محتاج كواليتي لعيبه تقدر ان هي تبقى على قد المكان او قد البطوله اللي انت رايحها. ما ينفعش النادي الاهلي قيمته الكبيره دي كلها ان انت تروح كاس العالم للانديه ما اقصدش تتغلب ماتش او اتنين وتطلع من دور المجموعات بدون ما تسيب اي بصمه. ليه يا اسلام بقول لك الكلام ده كله؟ ما ترجع للاهلي اخر سنتين مع موسيماني ومع مارسيل كولر السنه اللي فاتت كاس عالم الانديه، والسنه دي في بعض الاوقات النادي الاهلي كان مفتقد الكواليتي الاعلى من اللعيبه اللي موجوده. الاهلي عمل كل حاجه وخد كل حاجه، بس لو النادي الاهلي السنه الجايه ما عندوش كاس عالم الانديه ولا عنده انتر كونتيننتال زي الفرقه زي ما هي، ما اعتقدش النادي الاهلي كان يخش يدفع فلوس دي كلها. دي من وجهه نظري ان النادي الاهلي دايما بيحاول يعمل ابجريد للفريق كله، ان هو علشان خاطر هو داخل على مفترق او داخل على بطوله كبيره وهي كاس العالم للانديه، وزي ما قلت لك جماهير النادي الاهلي برضو بتضغط طماعه جدا مش هترضى باي حاجه، حتى لو الاهلي راح يلعب احسن فرقه في العالم هو جماهير الاهلي ما يعني ما بترضاش غير بكده. فهي دي نقطه محمد علي بن رمضان. فنيا مارسيل كولر عاوز اللعيب رقم 8 يبقى بيقدر يعمل ادوار دفاعيه وادوار هجوميه. ديانج مثلا الناس كانت بتتكلم ديانج دفاعيا كويس جدا، بس هجوميا كل ما ياخد الكوره في انصاف المساحات في الثلث الاخير من الملعب الكوره بتقع منه، ما بيعرفش يستلم كويس، ما بيعرفش يستلم تاخد، ما بيعرفش يستلم بدوران. فهو عاوز الكواليتي بتاعته من الاخر تبقى شبيهه لكواليتي امام عاشور، مع ان انت عندك مروان عطيه رقم 6 وهيلعب امام عاشور ومحمد علي بن رمضان، او من وجهه نظري هيلعب اكرم ومحمد علي بن رمضان ومروان عطيه وهيلعب امام عاشور وينج ليفت. حلو الكلام. حلو الكلام. عارف المشكله بتاعت امبابي هيروح ريال مدريد ولا لا؟ فلما يروح هيلعب مكان مين؟ لا محمود. يعني احيانا الاهلي في الصفقات السنين اللي فاتت، الاهلي هو احسن نادي تقريبا في افريقيا عمل صفقات، محدش مختلف على كده. الاهلي السنه اللي فاتت راح جاب اثنين من احسن الاثنين لعيبه في افريقيا اللي هم امام عاشور ورضا سليم، احسن لعيب مركز 8 احسن جناح صح. الاهلي السنه او بدايتها السنه اللي قبلها راح جاب مين؟ احمد الكندوسي اللي هو في السنه دي كان احسن من بن رمضان. يعني السنه دي كان لسه بن رمضان بيلعب في الترجي، وكان القندوسي بيلعب في فوق ستيف، وكان احمد القندوسي هو احسن لعيب في افريقيا منور جامد، وكان افضل لعيب مركز 8. انا قصدي يا كريم ان احيانا المبالغه في عند الناس او عند الجمهور او الجمهور المهتم دايما بالصفقات بيديها ممكن حيز اكبر من حجمها يضغط على النادي بيها. هل الاهلي في حاجه فعلا؟ يعني الاهلي ما يقدرش يخش الموسم من غير بن رمضان؟ لا. الاهلي عنده اوبشن كتير جدا، عنده امام عاشور، عنده كوكا بوجهه نظري انا واحد من افضل اللعيبه اللي طالعين في الكره المصريه في مركز 8، وكلنا شفنا كوكا في الاولمبيات، وكلنا شفنا لما الاهلي احتاجه في كذا مباراه وفي كاس العالم للانديه وفي كل حاجه.